اولا بنعتذر طبعا لقطع البث، تمام، ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي كانوا بيتابعونا، وطبعا عشان مش عارفين نتابع معاكم على البث المباشر بسبب ان اصلا ما كانش في تفاعل على البث، يعني محدش دخل على البث وتفاعل معانا في التعليقات. احنا الفكرة كلها من فكرة البث المباشر ان حد يخش يكتب تعليق نقدر نختاره من خلال البث. فلو الموضوع ده منفعش على اليوتيوب هنقدر هنعمل الموضوع على صفحة الفيسبوك القاضي فيشنج، تمام. فاحنا دلوقتي مبدئيا كده هنصور الفيديو ده اللي هو ايه، نشرح فيه ال10 جوائز، تمام، وهنرقم مع بعض ال10 جوائز، كل جايزة برقم. احنا عاملين هنا 10 جوائز من 1 لـ10، تمام. ال10 جوائز دول هنا وجنى هيرقموا الجوائز دلوقتي، تمام. خد يا جنى رقم الأول، شوف هتختاري ايه، هتختاري ايه أول حاجة؟ الجراب. ماشي، يلا رقم الجراب، يبقى دي أول جايزة معانا، الجراب رقم 1. ماشي، أي حاجة، رقم 1 الأول. فين الجايزة التانية يا هنا؟ العود فين؟ أنهي عود؟ ده عود الشفاف دايوة، عود تسقيط دايوة، خليه عادي ورقميه هو زي ما هو يا هنا تحت، مش مشكلة. يبقى تاني حاجة معانا العود، تاني جايزة رقم 2، تمام. ماشي، يلا يا هنا تالت جايزة، اختاري يا جنى. فين معلقة جر؟ ماشي، يلا دي رقم 3. يلا الزقي رقم 3، تمام كده. يلا يا هنا الزقي رقم 4. ماشي يا جنى، برافو عليكي. يلا يا جنى رقم 4 ايه يا هنا؟ المكنة المكنة دي مكنة بايونير مقاس 5000. بتاع المكنة ماشي طني. ماشي، هنا يلا رقم 4 المكنة، تمام كده. رقم 5 يا جنى الخيط، الخيط اللينسة. ماشي، يلا اللينسة رقم 4 لينسة مقاس 70. يلا 70. ماشي، يلا يا بابا الزاي عليها الايه الرقم. يلا برافو، يلا يا هنا رقم 6 يا هنا، ايه الجايزة؟ العود ده. ماشي يا جنى، يلا العود، انهي ده العود اسمه ايه؟ سيلفر، عود سيلفر طول 4 متر 20، عود سيلفر طول 4 متر 20، ده عود تشويح. احنا ما نسيناش حد في الجوائز، يعني ايه اللي احنا شكلنا تشكيلة جوائز؟ نيل وشط وبحر احمر، جيجات اللي عايز جيجن، لنسة، جراب، مكنة، يعني ايه شكلنا الجوائز، وكل واحد وحظه. رابلة جر، يازوري، ياباني، تمام، جاية حورس، تمام. يعني احنا مشكلين، يعني بحيث ايه كل اللي يكسب حاجة هو ورزقه بقى، يعني ايه اللي نصيب في حاجة هياخدها. يلا جايزة رقم كام دي؟ 7. يلا جايزة رقم 7 يا جنى، يلا يلا جايزة رقم 7. اي حتة، يلا برافو. يلا يا هنا جايزة رقم 8. رقم 7. ماشي، جايزة رقم 7، جايزة رقم 8، جايزة رقم 8. الرابيلا اليازوري، رابيلا جر يازوري، يلا بينا. ماشي، يلا جايزة رقم 9، الجاية الحورس. جاية حورس ستروم 200 جرام. ماشي، يلا بينا. برافو، ماشي، يلا آخر حاجة العود الماتريكس 4 متر ونص تقريبا، ده اهو، ده رقم كام؟ ده 10. الجايزة رقم 10. شروط المسابقة،
هنعمل شير للفيديو وناخد سكرين تمام ونبعته على الصفحة ايه الشخصية بتاعتنا او رقم الواتس بتاعنا، ناخد سكرين ونبعته، واحنا في خلال البث المباشر برضو كل فرد هيخش البث هنكتب اسمه في البث المباشر بإذن الله. كل فرد هيخش يعمل كومنت في البث المباشر بأي كومنت، تصلي على النبي، اعمل قول السلام عليكم، أي كومنت نرحب بيك، نكتب اسمك في ورقة، هنعمل سحب آخر البث. صاحب النصيب هو اللي هيكسب معانا بإذن الله تمام، وهيبقى كل يوم حد عندنا بث مباشر بأمر الله، كل يوم حد بث مباشر هنكسب فيه جايزة إن شاء الله. تابعوا معانا على صفحة القاضي فيشنج وعلى قناة اليوتيوب بإذن الله، إن شاء الله هنعمل البث المباشر، وهيبقى لنا بث مباشر تاني بإذن الله على التيك توك برضو هنكسب فيه، هنحط اللينك التيك توك هنكسب فيه برضو إيه جوائز بأمر الله، وإن شاء الله دايما كسبانين معانا ودايما متشرفين بيكو كل عملاء القاضي لأدوات الصيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا هنا نقولهم مع السلامة. مع السلامة، يلا بالتوفيق لكل الفائزين إن شاء الله.